أيضا زواج الرجل بامرأة أخرى لا يكون إلا بعد حصوله على إذن من المحكمة المختصة. هذه بعض القوانين التي تتخالف يعني. جيد، هذا من المناسب جدا أنك ذكرت هذه. هذه المواد تحديدا، هناك من المعاصرين، من الفقهاء المعاصرين، من يرى أنها لا مخالفة فيها. لماذا؟ لأنهم يرون أن لولي الأمر، للسلطان، أن يقيد المباحات. بمعنى أنه لا شك أن على سبيل المثال مادة تعدد الزوجات، لا شك أنه من المباح شرعا بنص القرآن فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. بعض الفقهاء المعاصرين أعني يرون أن للإمام إن رأى مصلحة في ذلك أن يقيد المباح، بمعنى أن للإمام أن يمنع التعدد إلا بموافقة الزوجة الأولى. هو لم يحرم التعدد مطلقا، هذه رؤيتهم. أنا هو الحقيقة يقع الإنسان في إشكال عندما يريد أن يدافع على مذهب لا يتبنى، ولكني مضطر لأن الآن أحكي وجهة نظر هؤلاء الفقهاء. وغرضي من ذلك أن يعلم أبناؤنا الذين يرون أن مثل هذه النصوص مخالفة للشريعة الإسلامية، لو توقف الأمر عند هذا الحد لم يكن فيه بأس، لكن المشكلة أنهم يرون أن مثل هذه النصوص مبيحة لتكفير من أجازها أو كتبها أو نص عليها أو حكم بها أو أذن فيها أو نحو ذلك. هذه النصوص، أنا أقول كثير من الفقهاء المعاصرين اليوم يرون أن مثل هذه النصوص هي من باب تقييد المباح، بمعنى ويستدلون بقضايا أن عمر رضي الله عنه وأرضاه مثلا كان يقول كان الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث ابن عباس في صحيح مسلم، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، أن الطلاق الثلاث في مرة واحدة كانت واحدة. فلما رأى عمر رضي الله عنه وارضاه كثرة خوض الناس في ذلك قال لو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ثلاثة. يستدل بعض أهل العلم بهذه الحادثة على أن الإمام إن رأى مصلحة في تقييد بعض المباحات أمكنه ذلك، ويرون أن مثل هذا التقنين ليس فيه معارضة لأحكام الشريعة الإسلامية. مثل هذه المادة لو لم نقتنع بمثل هذا التقييد لا ينبغي ولا يجوز إطلاقا أن نكفر من كتبها أو نكفر من حكم بها أو نكفر من ظن أنها سائغة باجتهاد. لذلك أنا أقول أن في بعض اللقاءات التي عقدت حتى على هذه القناة المباركة سمعنا من يتهم المؤتمر الوطني كما ذكرت لك بقضية التصويت على تحريم على منع الفائدة الربوية الفائدة المصرفية أو لا. جيد شيخ أنك رددت على هذه الشبهة لأن لم أجد من رد عليها، لذلك بكني أعطيتك البراحة تتكلم براحتك. نعم، والكثير منها يعني دائما نريد أن نقول أن هذا التصويت هو في الواقع ليس تصويتا على إباحة الربا، لأن يعني الكثير منهم لو يعني أفسق المسلمين أظن والله أعلم لو سألته هل تبيح الربا سيقول لا، أفسق المسلمين لو قلت له هل تبيح الزنا سيقول لا، أفسق المسلمين لو قلت له هل تبيح الخمر سيقول لا. لكن الخمر هناك خلاف بين أهل العلم في بعض الأنواع هل هي خمر أم لا. فلو مثلا المذهب الكوفيين ما يسمى بإباحة النبيذ، هل يمكن لعاقل أن يكفر الإمام أبا حنيفة لأنه أباح شرب النبيذ وهو نوع من أنواع الخمور؟ إذن لا شك أنه يقرر الخطأ، ونقول أن مثل هذا التقييد مخالف لأصول الاجتهاد المذكورة عند أهل العلم، وأهل العلم يذكرون هذه المسألة ويناقشونها ويردون على من قرر جوازها أو نحو ذلك. لكن إذا بلغ الأمر إلى التكفير حينها لا شك أننا سنعذر من كتب هذا القانون ومن حكم به، ونعلم أن له تأويلا سائغا في كتابة مثل هذا القانون.